موسيماني غلطان، اللي شايف ان موسيماني غلطان اوكي، اللي شايف ان اللاعبين غلطانين اوكي، ولكن وماذا بعد؟ غياب توفيق، غياب التوفيق عن النادي الاهلي، خسرنا 3 نقاط. اه هتقول لي ارهاق، هقول لك ماشي هعديها، ممكن نتكلم عن الارهاق وان كل 3 4 ايام بنلعب مباراه، ولكن هترجع تقول لي ما اصل موسيماني عمل روتيشن المباراه اللي فاتت، كان المفروض يبدا بشكل المفروض في هذه المباراه. محمد الشناوي واحد من افضل الحراس، افضل حارس في مصر وافضل حارس في افريقيا من وجهه نظرنا جميعا. امبارح كان يعني الامور ما كانتش مظبوطه جدا معاه امبارح، خصوصا في اخر لقطه، في لقطه الهدف. هل ده معناه ان احنا نقعد نشوف النقد الكبير اللي انا شايفه على الشناوي على صفحات التواصل الاجتماعي؟ لا، الشناوي حارس كبير جدا، بيخطئ زي اي حارس في الدنيا، كل الحراس بتخطئ، مفيش حارس ما بيخطئش. هتكلم في النقط اللي احنا هنعمل ايه بعد كده، ولكن انا بتكلم عن المباراه. عندنا بعض الاخطاء لبعض اللاعبين والمدير الفني، عندنا اخطاء اللاعبين والمدير الفني، ده طبيعي جدا وده بنشوفه. امبارح كان هناك سوء توفيق كبير جدا، لو كره من الكرات اللي حضراتكم شايفينهم دول كانت دخلت جون للاهلي طبعا، لفرص الاهلي، لا كان الموضوع اتغير تماما، كانت الناس طلعت قالت الله ينور عليك يا موسيماني، واحنا هايل يا موسيماني والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. محمد الشناوي طلع 4 5 كور من تحت العارضه، لو كانت دخلت واحده فيهم كنا هنقول لا، بس هو عشان الكره دي تحديدا كان يعني عشان في الزاويه القريبه، فناس كتير اتكلمت على هذا الامر.